الاحتفال بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والاهتمام به والاستفادة من خلقه وسيرته ودعوته ورسالته عموما رهين بدراسة سيرته. ولذلك الاحتفال الحق بهذه الشخصية النبوية الربانية إنما يكون فعلا بالتأسي والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله نبي الرحمة، وهذا اللفظ في القرآن الكريم الرحمة هو من أجمع الصفات ومن أجمع الأسماء لله رب العالمين، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ولا يوجد في أسماء الله الحسنى اسم يطابق لفظ الجلالة الله غير اسم الرحمن. الله جل جلاله هو الاسم العالم كما هو معروف، وأساس الاسم العظم الذي إليه ترجع كل الأسماء والصفات، ولا يستقل شيء منها بدون أن يرجع إليه ويستند إليه، أي لا يمكن أبدا أن أن تجد في اسم الله جل وعلا الملك أو القدوس أو السلام أو المؤمن أو المهمن إلى غير ذلك. الشمولية والكلية التي توجد في اسم الجلال الله، ولكن قلت اسم الله جل وعلا الرحمن هو على ذلك الميزان، ولذلك ورد هذا اللفظ هكذا يعني دالا على معنى الربوبية المطلقة وليس على معنى اسم فقط أو صفة فقط كما في كثير من الآيات القرآنية المعروفة المتداولة من مثل قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن اسأل به خبيرا، وغير ذلك كثير، ومن الرحمن إلى غير ذلك من الآيات والألفاظ والسياقات التي تدل على أن لفظ الرحمن هو يطابق لفظ الله. وفي الحديث الصحيح خير أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، مع أن تسمية بأسماء الله الحسنى الأخرى جائز متداول معروف. الشاهد عندنا من هذا كله إنما هو بيان أن الرحمة صفة شمولية وليست صفة جزئية، فصفة الرحمة يدخل فيها كل الصفات الأخرى، يعني صفة الملك وصفة القدوسية كل صفات الربوبية الواردة في اسماء الله الحسنى تدخل في اسم الله الرحمن. فبرحمته سبحانه وخلق، وبرحمته رزق، وبرحمته هدى، وبرحمته ملك، وبرحمته أحيا، وبرحمته أمات، وبرحمته فعل كل شيء جل علا. ولذلك جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فهو إذن نبي شمولي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة إذن رحمة شمولية، ولذلك جاء الحصر وما أرسلناك إلا، يعني لا مهمة لا وظيفة لسيدنا رسول الله إلا أن ينشر الرحمة في العالمين. فلذلك سيرته كلها بما فيها من غزوات وسيار ودعوات وسنة وغير ذلك مما أثر عنه جميعا كله رحمة،